بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العلي العظيم. كما تعلمون نحن في رحاب سورة هود عليه السلام، وفي هذه السورة المباركة المكية تذكير بسيرة بعض الأنبياء صلوات الله عليهم، بدءا من نوح عليه السلام إلى هود وإلى صالح وإلى إبراهيم عليهم السلام جميعا. هذه السورة لأنها مكية ذكر الأنبياء لأسباب: أولا تصحيح ما في أذهان الناس من خرافات. العرب في الجزيرة العربية لبعدهم عن أهل الكتاب، وبما أن مكة كانت مطافا لكثير من الناس، من ناحية هم لم يكونوا مثقفين، حتى أنه في التاريخ موجود أنه عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في الجزيرة العربية إلا ما يقرب 20 نفر يقرؤون ويكتبون، قليل كانوا، ثقافة كانت قليلة. نعم كانت لهم القريحة الطبيعية في الأدب العربي، في إنشاد الشعر، في البلاغة، في الفصاحة، حتى البدو، حتى أهل الصحراء كانوا يتقنون اللغة العربية كلغة وكأدب، وكانت لهم أشعار معروفة من قبل الإسلام.
أما الثقافة الدينية كانت مضمحلة إلا في بني هاشم. بنو هاشم هذه السلسلة الطيبة إلا من شذ وندر مثل أبي لهب، أبو لهب أيضا من بني هاشم ولكنه انحرف ونزلت في حقه سورة. أما البقية كانوا طاهرين، يعني لم يعبدوا الأصنام، عقائدهم كانت عقائد حنيفية، حنيفية يعني على ملة إبراهيم عليه السلام، يعتقدون بالطهارة، يتوخون النجاسة. سلام عليكم. هذه تراث من أجدادهم، حتى أنه أكو قصص جدا بديعة لا بأس بذكرها حتى نعرف البيئة التي نزلت فيها هذه السورة وهذه الآيات المباركة. جعفر ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه آمن، يعني أعلن إيمانه. احنا نقول أول من آمن منه علي بن أبي طالب، هذا غلط، يعني ما كان مؤمن بعدين آمن، هذا غير صحيح. أول من أعلن اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وخديجة عليه السلام، فهذا التعبير غير صحيح. بس خوب هذا من باب أنه أول من أظهر اتباعه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في اليوم الرسول عليه السلام صلوات الله عليه وعلى آله قاعد، نزل جبرائيل قال يا رسول الله إن الله يباهي بجعفر. أتصور أنا حاكي لكم هاي القصة قبل سنوات ولا بأس من تكرارها. إن الله يباهي بجعفر، عجيب، يباهي بجعفر. جعفر أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من الأوائل الذين أعلنوا إسلامهم وكانوا مؤمنين حقا قبل الإسلام، وهو الذي أخذ بالقافلة إلى الحبشة والقصة معروفة. خب النبي كأنه أمر من قبل جبرائيل أن يعلن هذا الشيء، فأتى جعفر وجلس عند الأصحاب. قال له رسول الله لبتو نزل علي جبرائيل يقول إن الله يباهي بك. يباهي كلمة جدا مدح فيها، يعني مباهات، مثل واحد يفتخر بواحد. جعفر عليه السلام سكت استحياء واحتراما لرسول الله. رسول الله حتى يبين للناس عظمة جعفر قال قل لماذا يباهي بك الله، انت شو مسوي؟ قال يا رسول الله دعني مثلا. قال لا، قل ما أنت عليه، شنو صفاتك الحميدة. هذا اللي دا أقول، أريد أعمم على كل بني هاشم إلا من شذ. قال يا رسول الله إن كان ولا بد، مضمون كلامه، إن كان ولا بد فإنني لم أعبد صنما قط. يعني شنو؟ يعني مو مشرك. فهذا اللي نقول آمن يعني أعلن إيمانه، هاي واحدة. ثانيا لم أسرق قط. السرقة كانت عادية، واحد يسرق الثاني، القوي يسرق الضعيف. ثالثا لم أزني قط، هاي مهمة كانت ذاك اليوم، ذوات الأعلام خصامعين بهم، يخلون علم على باب بيوتهم، يعني هذه والعياذ بالله داعرة، وكثير من الكبارية يعني من النساء المعروفات. ولم أزني قط، بل ولم أشرب الخمر قط. الخمر كان شائع في الجزيرة العربية، وصفات أخرى. هذا الدليل على أن الجزيرة العربية وخاصة مكة بالذات التي هذه السورة نزلت فيها، كان بنو هاشم
كأنه ممتازون عن بقية الناس. هذول ما عندهم هالذنوب وهذه المشاكل وهذه المعاصي، وخاصة الإيمان بالله. فإعلانهم فإسلامهم يعني إعلان إسلامهم، وإلا نحن نعتقد أن بعضهم كانوا من الأوصياء كما نقول في سيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. خب، في هذا الجو، في هذه البيئة تنزل هذه السورة. أولاً لتصحيح ما هناك من خرافات حول الأنبياء. اليوم دا أقرأ في التوراة، دا أقرأ في التوراة، واحد يخجل يحكيها، بس خب بعد هذه مجلس علمي إن شاء الله. بالنسبة للوط عليه السلام يحكي عن العذاب وشي، صحيح بعض الأشياء اللي فيها توافق ما في القرآن. آخر شيء شي يقول، يقول أنه كان للوط بنتان ما متزوجات، فبالنتيجة البنت تريد الزواج يعني. فقالت إحداهن للأخرى لنسقي أبانا، يعني منو؟ النبي، لنسقي أبانا خمرا حتى يسكر ونضطجع معه، والعياذ بالله. فسقت الأولى الكبيرة لأباها خمرا واضطجع معها، واضطجعت معه وصارت له حمل. وقالت للأخرى بكرة أنت مسوي، هذا في التوراة موجودة، اليوم شفته. فكثير من القصص التي كانت رائجة حول الأنبياء كانوا سامعين نوح، إبراهيم، لوط، لأن المنطقة قريبة، مكة كانت قريبة خاصة للقوافل التي تأتي للتجارة. واللوط وإبراهيم، إبراهيم كان في العراق في أور المعروفة، قصتها هذه الأيام صارت عليها ضجة الملعونة، هذه الأرض الملعونة التي أمر الله إبراهيم أن يهاجر منها إلى فلسطين، بين فلسطين والأردن والشامات وبين طرق المدينة إلى مكة والقوافل التجارية وتروح وتجي. فتجيبوا لهم قصص، قصص محرفة مشوهة، منها هاي القصة اللي الآن ذكرتها مثلا وما أشبهها. القرآن خاصة في السور المكية أراد أن يصحح الانحرافات والخرافات والتهم والافتراءات التي ألصقت على الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء طاهرون، هذه من جهة. من جهة ثانية كانت نوع من الدعم المعنوي لأصحاب رسول الله، لأن هاي السورة ويش وقت نزلت؟ قلنا أول شهر رمضان، نزلت في عام الحزن عفوا بعد وفاة سيدنا أبي طالب وسيدتنا خديجة عليهما السلام. فالناس كانوا في ضغط شديد من قبل قريش قبل الهجرة. فالقصص القرآنية للأنبياء تعطي شحنة معنوية وطاقة إيمانية في نفوس أصحاب رسول الله، أنه دير بالكم نوح كان هالشكل، لوط كان هالشكل، إبراهيم كان هالشكل، يعني كل الأنبياء قاسوا وعانوا من أقوامهم، فأنتم هم لستم بدعا من الرسل. هذا من جهة ثانية. الجهة الثالثة نوع من الإطمئنان للمستقبل، يعني عذاب يجيها. أهل مكة عندما كانوا يسمعون هذه الآيات كانوا يهتزون بالنتيجة، صحيح كفرة ومشركين، ولكن بعضهم كان يهتز يقول عجيب، يمكن يجي عذاب كما جاء عذاب لقوم نوح ولقوم لوط مثلا ولقوم عاد وثمود وهكذا. هذه الأسباب ممكن هي من الأسباب التي نستنطقها نستوحيها من آيات القرآن خاصة الفترة المكية. خب، البارحة وين وصلنا؟ وصلنا أن إبراهيم
استقبل ضيوف، هؤلاء الضيوف في شكل رجال لابسين عمايم، فمعناته العمامة زينة ترى، يعني الملائكة إذا تلبس عمامة معناته زين العمامة. لابسين عمايم وشادين نفسهم يعني ما يبين، ولكن مبين عليهم أنه ناس محترمين وقورين مؤدبين، فخامة نورانية عندهم. فاستقبلهم كما قلنا، بعد ما نكرر، جاء إليهم بعجل حنيذ، شوى لهم عجل ما أكلوا، بعدين بشروا سارة زوجة إبراهيم وهي واقفة فضحكت، وقلنا معنى ضحكت شنو إلى آخره. بعدين شنو؟ بعدين قالوا نحن لم نأتي لهذا الغرض، إحنا جايين على مهمة، بالطريق الله أمرنا أن نبشرك بإسحاق ويعقوب، وهذا هو بس، يعني شيء عابر. هو إلوش جايين أنتو؟ جايين ندمر قوم لوط. عجيب. هو لوط منه؟ على بعض الآراء هو ابن خالة إبراهيم، وإبراهيم ابن خالته، أختان من بنت من أب واحد، زوجاتهم يعني زوجات الأب يعني. هنا لإبراهيم شوية أصبح عنده قلق. السؤال، القلق الذي يصيب المعصوم، الأنبياء معصومون، شنو هذا يعني؟ هل لا اختياريا حسب تعبيرنا، أم بحالة بشرية عادية، أم لا سمح الله يريد أن يعارض حكم الله؟ والعياذ بالله، النبي لا يعارض أحكام الله وقرارات السماء. عذاب يريد يجي، أنت شو عليك تحكي بعد مثلا حتى إذا نبي؟ العلماء يفسرون هذه الآيات التي نتلوها الآن وتلوناها قبل قليل أنه فكر في لوط وفي المؤمنين معه في القرية وفي بناته اللي يعرف، كأنه مراودة أكو، هو دازة يعني. إبراهيم أرسل لوطا إلى تلك القرى، هي خمس مدن، هي خمس مدن، سدوم وما أدري وين، أسماء موجودة في التاريخ، أكبرها تلك المدن سدوم. من دازة؟ إبراهيم داز، أرسل لوطا إليهم ليهديهم، فأكو مراودة بيناتهم، وبعدين الجغرافيا مو بعيدة عنهم يعني، هذا في فلسطين، ذاك في الأردن مثلا أو شوي أبعد، بالدقة مو معلوم، اختلاف أكو بين المؤرخين. فمو اعترض، كأنه يستفهم، هناك ناس مؤمنين فكيف أن العذاب يأتي؟ طمأنوه منه جبرائيل وإخوانه إسرافيل وميكائيل ودروبيل وما أدري منه، هذول الكبارية، قالت الملائكة قالوا اطمئن، هذول ما عليهم شيء. خب بعدين سكت إبراهيم. إذا المؤمنين هنا لكم كلام جدا مهم أشرت إليه في قضية النوح إذا تذكرون، قلت لكم أن العذاب نوعان، عذاب استئصالي وعذاب مؤقت. عذاب استئصالي يعني كلهم يبادون أبدا، لا يبقى فيهم أحد، هذا لا يأتي من الله، لأن الله لطيف بعباده، لا يأتي إلا أن لا يكون هناك أمل ولو بصيص أمل أن يهتدي ولو واحد أو واحدة، كما قلنا في قضية نوح. الآيات القرآنية التي نتلوها في هذه السورة وفي سور أخرى تبين أنه لم يبق هناك مؤمن في قوم لوط، لم يبق واحد، ولا هناك يجي العذاب. معنى ذلك أريد أستفيد لعصرنا الحاضر، أن دائما في نظري أنه شوية نأخذ العبرة من الآيات القرآنية التي نتلوها. نحن الآن في قلة لا شك في ذلك، بالنسبة إلى العالم أجمع، نحن عندما نقول لن نفتخر أنه إحنا شيعة ومؤمنين ومسلمين، لا، عموما المتدينون المحافظون الذين يراعون
أحكام السماء، أحكام القرآن، وحتى أحكام التوراة والإنجيل الصحيحة يعني. هؤلاء قلة، هذه القلة تمنع العذاب الاستيصالي، كما إشارة أكو في القرآن أيضا إليه. ما دام استغفار أكو ولو من كم واحد، العذاب الاستئصالي يروح، يعني العذاب العام الذي يدمر كل شيء. نحن نخاف، يجب أن نخاف أن هذه القلة كما في الأحاديث تغربل وتبلبل وتغربل حتى لا يبقى إلا القليل. هذا خوف به، يجي عذاب. في قضية نوح نفس الشيء صار، في قضية قوم عاد نفس الشيء، في قضية قوم ثمود نفس الشيء. هذه الليلة نقرأ قوم لوط أيضا نفس الشيء، لم يبقى واحد من المؤمنين. هاي واحدة. المشكلة الثانية في قوم لوط، لأول مرة في تاريخ البشرية كما تشير إلى هذا الموضوع آية في القرآن، لأول مرة هذه الفاحشة، العمل الفاحش النكراء، الفاحشة النكراء يعني ارتياد الرجال بالرجال والنساء بالنساء، الشذوذ الجنسي صار في هذا القوم، كأنه لم يكن يسبقهم أحد. في آية من الآيات تقول أنه هذه أول مرة صارت، نستجير بالله. خب مو مؤمنين ما يخالف، أما هذا العمل شنو؟ كان عندهم نوادي للواط والعياذ بالله، نوادي للفسق والفجور وأشياء. أنا أخجل أحكي، في الروايات موجودة أنه شنو كانوا يسوون في هذه النوادي. لما اكتفى الرجال بالرجال اكتفت النساء بالنساء أيضا والعياذ بالله، وانتشر هذا العصيان، هذه الفاحشة انتشرت في كل القوم، في كلهم انتشر. هذا موضوع ثاني. الموضوع الثالث أنه ليش صار هالشكل؟ الروايات تقول أن الأساس من البخل. عجيب، هكذا قرأت اليوم روايات كثيرة وأحاديث أن أساس هذا الموضوع من البخل صار. شلون من البخل؟ يعني البخل يسوي معصية هالشكل يتولد؟ ممكن، نستجير بالله من البخل. هذول كان مناطقهم كانت في مسير السيارة، السيارة يعني القوافل اللي تأتي من اليمن، من الشام إلى مكة، إلى وين، إلى الجزيرة، إلى فلسطين. التجار يروحون يجون، مناطقهم كانت حلوة جميلة، بساتين بها، جنات زروع، أنهار، الله منعم عليهم. من عادة الناس لمن يجون القوافل يضيفوها، مثل العادة الآن موجودة في الأربعين شايفين بعد، أو أي غير الأربعين، لما تروحون إلى عشيرة عندها آداب وسنن جدا جميلة، يضيفون الضيف، تفضل، إذا ما يقبل يضربوه بالقوة. هاي مزحة طبعا، إلا لازم تيجي تأكل عندي. إحنا كنا نروح مشي من كربلاء، لأن إحنا في كربلاء ولدنا، إلى النجف لزيارة الإمام أمير المؤمنين. فلما نوصل إلى مضيف، إذا نفتح سفرة هذه نوع من الإهانة والتوهين لصاحب المضيف، أنت تفتح سفرة؟ هو بيجيبون يضيفون. هاي الضيافة من القديم كانت، ولوط كان مضيافا، وإبراهيم عليه السلام كان مضيافا أيضا، كل الأنبياء هذه الصفة موجودة عندهم. وإحنا لما نشوف المؤمنين عندهم هذه الصفة، هذه تقليد من الأنبياء والأولياء. هذول بخلاء، إبليس عليه اللعنة والعذاب حركهم. هسه في قضية ما أريد أذكرها لأن شوية قبيحة يعني. المهم أغواهم ودلهم على هذا العمل، قال إذا تردون ترتاحون
من الضيوف سووا هذا الشيء الفاحشة النكراء، لذولا بعد يفتضحون بعد ما يجون عندكم. وبالفعل بدأوا بهذا، هكذا يقال في الروايات، وأنا لا أدري هل هذا صحيح أو مو صحيح، ولكن أدري أن البخل أحد الصفات الذميمة التي بالنتيجة تؤدي إلى ذنوب. كل صفة ذميمة التي منعنا الله عنها يؤدي إلى ذنب أكبر، إلى معصية أخرى. هذا الموضوع الثالث. بالنتيجة الرسل يعني جبرائيل وصحبه الأطهار من الملائكة، هؤلاء أبلغوا إبراهيم عليه السلام بأننا لم نأتي إليك، عندنا رسالة مهمة، عندنا مهمة جدا قوية، وهو تدمير قوم لوط. فبدأوا بالذهاب وودعوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط. خب احنا نحكي هاي القصة بعدين نطبقها على القرآن إذا بقى وقت. أتوا إلى قرية لوط. لوط ذاك الوقت بعد الظهر كان حسب الروايات كان في زرع عنده، يزرع يحرث بستان مثلا عنده على طريق المارة. فجأة مرة شاف أربعة من الرجال صبيحي الوجه، عليهم نور، جميلين جدا، حسن الوجه، جايين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قال ضيفونا، احنا الضيوف. هنا سيء بهم، القرآن يقول سيء يعني سيء لوط بهم بواسطتهم، صار عنده فد غم وهم شي يسوي هسه، ويدري ان زوجته خائنة كزوجة نوح، كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما كما في تلك الآية، زوجة نوح وزوجة لوط. طيب هسه هذه احنا في قوسين، ابدا قوس افتح وقوس اغلق، انه هل يجوز ان النبي زوجته تكون خائنة؟ نعم، لانه ليس من اهل البيت، اهل البيت مطهرون، فالزوجة ممكن تكون خائنة وممكن تكون كافرة. الأب والأم لازم يكونوا طاهرين، يعني والد أي نبي وأم أي نبي، أما الزوجة ما لها دخل، زوجة تؤخذ وتطلق مثلا، لا تعتبر من أهل البيت. هذه فذلك نمر عنها. زوجته أيضا خائنة يعني مع القوم. طبعا احنا ما نقدر نقول أنه هي أيضا كانت تعمل الفاحشة، ها ما موجود عندنا في الروايات أبدا، لا زوجة نوح ولا زوجة لوط ولا بقية زوجات الأنبياء، ما نقدر نقول هذا، ولكن كانت في ضمن ثقافتهم من عشيرتهم، لأن هو لوط جاي إلى هذا القوم وتزوج منهم، فما عنده عشيرة هو في هذه القرية في سدوم في هذه المدينة، ما عنده أحد، فكانت تتعاون معهم. هسه شو يسوي لوط؟ هذول الضيوف من ناحية أمر الله سبحانه وتعالى لأنبيائه أنه إذا أتاكم ضيف ضيفوه أكرموه، من ناحية أخرى إذا يوديهم لبيته والجماعة الفاجرة الفاسقة تعرف يمكن يهجمون عليه. فسيء به بهم عفوا سيئة لوط بهم يعني بواسطتهم. هسه نقرأ الآيات. بدأ يعتذر منهم، يا طيبين يا شباب يا حلوين حسب تعبيرنا، أنا أعتذر منكم يعني شوية وضعنا مو زين. قام يجيب يلف ويدور، هم ملائكة يدرون شو القصة، قالوا نحن ضيوف فكيف تطرد الضيوف؟ قال ما يخالف، إذا هالشكل ابقوا إلى الليل، الآن في وضح النهار بعد الظهر، ابقوا إلى الليل حتى بعدين أنا أشوف يصير ظلام حالك، بعدين أخذكم خلسة إلى بيتي خفية حتى لا يشوفوكم. هذا قالوا ما يخالف، فوقفوا خارج المدينة في البستان،
إلى أن حل ظلام الليل، فقال لهم اتفضلوا. هناك رواية جدا لطيفة اليوم شفتها، أنه هذول كانوا مأمورين أن العذاب يتقرر، نزول العذاب يتقرر بشرط 3 شهود. هو منو 3 شهود؟ هو لوط. 3 مرات لازم يشهد أنه هذول فاسقين فاجرين. بالطريق هم رايحين 3 مرات قال لهم جبرائيل عفوا جبرائيل أشر إلى صاحبه الملائكة قال وي وحد، هذه الأولى. بعد شوية راحوا أيضا قام يحكي وياهم، يا طيبين ترى هذول أقوامي فسق فجر يعملون الفاحشة. جبرائيل قال هاي الثانية. في المرة الثالثة قال هاي الثالثة، لأن الله أمرنا مثل محكمة، شلون محكمة لازم شهود بها، كأنه الله يريد أيضا يقرر مع شهود. المهم وصلوا إلى البيت في الظلام. في الطريق هو يمشي جانب الحائط، منه لوط، هذول يمشون في وسط الطريق، هي يقول لهم تعالوا على جنب، يقول لا لا احنا ماشيين، سيدنا أمرنا، أمرنا يعني الله، سيدنا ما يقول لهم منو احنا، سيدنا أمرنا أن نمشي في وسط الطريق. هي يقول لهم بابا أنا أخاف عليكم يشوفوكم، ما يهتمون أصلا. إلى أن وصلوا إلى باب الدار، فجأة هذه اللعينة زوجة لوط رأتهم، عرفت بعد ضيوف وجميلين صبيح الوجه. فقال لوط لزوجته يا أما يا مرة، هالمرة السلام عليكم، هالمرة كرامة لي لا تخبري قومك، هذول الضيوف لتخزيني، وأنا أعفو عنك كل ما أقدمت عليك في حياة عليه في حياتي، كل ذنوبك أنا أستغفر الله والله يغفر لك. فنافقت، يعني كانت أيضا منافقة، أظهرت الموافقة وراحت فوق السطح أشعلت النار، هذه علامة كانت لما يشعلون نار يعني أكو شيء هنا. بالليل أجوا يهرعون، يعني يشتدون في المشي. هنا صار نزاع بين منه، بين لوط الوحيد ومجموعة من الفسقة الفجرة اللي هاجمين على الباب، إلى أن كسروا الباب ودخلوا البيت ورأوا هؤلاء. هناك جبرائيل عرف نفسه للوط، لأن هناك وصلت الحالة إلى لوط أنه يريد بعد يموت من الجزع والفزع والخجل، وشلون يسوي هذول الضيوف، شلون أنا ما أكرمتهم، بعدهم ما متغدين ما متعشين عندي، ما يدري أنهم ملائكة. بعدين عرف جبرائيل نفسه وقال ما عليك، وأشر بإصبعه. سبحان الله، احنا دائما الحمد لله نؤمن بهذه الأمور، ولكن يجب أن يصير نوع من اليقين في قلوبنا أن الله معنا لا يتركنا، صاحب الزمان يرعانا. هذه كلها درس اللي نقراها، كلها موعظة. أشر بإصبعه فعميت عيونهم، فاختلطوا ما يدون شو يسوون، عرفوا أكو شيء، وتدافعوا وأخرجهم من البيت. وقال جبرائيل للوط إن العذاب لآت إليهم. هسه هنا اللوط فرحان من ناحية، من ناحية ما يدري شو يسوي، هسه هو شو يسوي؟ أولا أمهلهم جبرائيل بأمر الله، قال للوط أمهلهم 8 أيام، أيضا مهلة من قبل الله سبحانه وتعالى. الله الكريم بعباده، اللطيف بعباده، يمهل الناس ولا يهمل، يمهلهم ولو. اللهم صل على محمد وعلى آله. فلهذا مهلة كانت. فأمهلهم 8 أيام يمكن أن يعودوا، ولكنهم أصروا على معصيتهم ومعاصيهم.
القصة طويلة والوقت انتهى، فقط أقرأ آيتين إلى غد إن شاء الله، حتى بكرة نشوف شنو صار في قوم لوط، نستجير بالله. طبعا ممكن واحد يسأل في هذا العصر شنو؟ أولا في هذا العصر والحمد لله أنه هذه الفاحشة لم تعم، ولذلك حسب القواعد اللي نقراها في القرآن العذاب الاستئصالي العام ما راح يجي، لأن هم باقي ناس يستغفرون، ناس يتوسلون إلى الله، ناس. واحد سألني قال لي هذه البلايا اللي تجي إيش وقت ترتفع؟ قال لي البلايا دائما موجودة، ولكن بالاستغفار وبالرجوع إلى الله شوية تخفف، فلازم أن نشكر الله، وأيضا نواظب على أولادنا، على الجيل الصاعد، على الجيل اللي راح يجي، لا يبقون وحدهم هذولا، أيضا يكثرون، يكثر العدد أيضا حتى يبقى هذه تبقى هذه الحالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، قلنا هذا الشيء، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، بس هذه الآية أشرحها. ولما جاءت رسلنا يعني جبرائيل وميكائيل والبقية الملائكة وصلوا إلى قرية سدوم ورأوا لوط خارج القرية سيئ بهم، سيئ يرجع إلى من؟ إلى لوط، فعل مجهول هذا، سيئ بهم يعني بسببهم، يعني تحير شو يسوي الآن، هذول ضيوف ومبين عليهم نور، عندهم ناس جدا محترمين، شو يسوي؟ ساء منهم يعني سيئ بهم، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. هذه عبارة أدبية جدا جميلة وبديعة. واحد لمن أي حيلة ما عنده، أي شارة ما عنده، أي طريق ما عنده لحل مشكلة يقال ضاق به ذرعا، أصله من الذرع اللي كانوا يزرعون يعني المتر، بس في قضية طويلة لغوية ما علينا بها. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هو ويا نفسه يتكلمها، لوط مع نفسه ده يقول هذا يوم عصيب شديد مر قاسي علي، شو اسوي هسه؟ بعدين وجاءه قومه، الى اخر الايات ان شاء الله غدا نقراها. صلوا على محمد وآل محمد. اما الموعظه الاخيره كعادتنا في كل ليله عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال، من قال؟ أمير المؤمنين، قال قال رسول الله، يعني السلسلة كلها طيبة من الصادق عليه السلام إلى رسول الله. آفة الحديث، كل شيء له آفة، هذا جدا موعظة مهمة، كل شيء له آفة. آفة يعني شنو؟ يعني مرض. شايفين بعض الأشجار تصير لها آفة، الثمر بعد ما ينتج ما يصير زين بعد يسقط، هذه يسموه آفة. آفة الحديث، احنا نحدث نتكلم بالديوانيات منا بالسوق بالجامعة بالحوزة، آفة الحديث الكذب، كل شيء له آفة. التكلم آفته اللي يتخرب شنو؟ الكذب. وآفة العلم النسيان، مش قيت قرينا بالحوزة بعدين منسينا، هذا آفة العلم. طبعا إلى شارة، وهو أنه الإنسان يكرر، هي يقرأ دائما. وآفة الحلم، أكو واحد حليم، الحلم زين ترى، الحلم يعني بسرعة ما يصير عصبي، ما يتجاوز على الناس، مؤدب يقعد بالديوانية ما يحشق قوترة، هذا حليم. ولكن إذا صار هواية حليم يصير سفه، يقولون هذا سفيه، يسبوه ما يحكي، مثلا يقولون قدامه أشياء مو زينة قاعد وياهم، لا لازم
الحلم إلى حد. يعني إذا شفنا في ديوانيه دا يغلطون على الناس، يتهمون الناس الأبرياء، يغتابون. أنا أقول خو أنا حديم قاعد ما أحكي شيء، لا لازم يطلع يقوم يروح، وإلا هو سفيه. وآفة الحلم السفة، وآفة العبادة الفترة أو الفترة. أتصور الفترة العبادة، الإنسان كل واحد يحب يكون عابد، يقرأ قرآن، ما أدري صلاة الليل، زيارة. الفترة آفتها، يعني لما يتقطع يترك فترة. الفترة من هو الفترة اللي نقول إحنا، يعني يترك. الفترة آفة العبادة، لما يترك بعد ما يرجع لازم لا يترك العبادة ولو قليلا. وآفة الظرف، الظرف يقول إنسان ظريف لطيف مؤدب، هذا الظرف يسموه. وآفة الظرف الصلف، يعني المبالغة. هو ظريف بس يبالغ في أشياء مو صحيحة، هذا آفته. وآفة الشجاعة شنو؟ البغي. فلان شجاع، زين الشجاعة زينة بس بشرط أن لا يصل إلى الظلم والتعدي والطغيان على الآخرين. وآفة السخاء، السخاء جدا زين. قوم لوط ابتلوا بهذه الفاحشة من بخلهم، السخاء زين، ولكن اللي يخرب السخاء شنو؟ المن، اللي يعطي شيء ويمن عليه. وآفة الجمال، أكو ناس جميلين حلوين. الخيلاء يعني التكبر، أنا جميل أنا أنيق. وآفة الحسب، واحد لمن عنده حسب جيد، نسب أكو وحسب. النسب يعني نسب إلى رسول الله، خو أنت نسبك سيد زين، ولكن سيرتك شنو؟ الحسب شنو؟ يعني عنده علم، عنده أخلاق، عنده إمكانيات، هذا يسمى الحسب. وآفة الحسب الفخر، يفتخر على البقية. هذه الآفات إذا إحنا ندير بالنا، تلك الصفات الحميدة تبقى ظاهرة وباقية ومؤثرة في نفوسنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.